مشاهدين قناة تونسنا في كل مكان، مرحبا بكم. هذه حلقة جديدة من برنامجكم علامة استفهام، تجمعني بكم في نفس الزمان ونفس المكان. ديما عودناكم من خلال حلقاتنا أن احنا نتطرقوا لقضايا وهموم ومشاكل واهتمامات المجتمع التونسي. إن شاء الله ربي بعد علينا الهموم والمشاكل. حبينا في الحلقة هذه أنه احنا نواكب الأكتواليتي اللي موجودة طويقة، بما أن احنا في فصل الصيف، هذا الفصل المليء بالحقيقة بالفعاليات الصيفية الجميلة المجسدة في المهرجانات الصيفية، سواء كانت دولية أو جهوية، واللي فعلا نسمع فيها صوت الغناء يجدو في كل مكان على كامل تراب الجمهورية. لهذا السبب حبينا اليوم أنه احنا نسلط الضوء على المهرجانات الصيفية وعلى وضع الغناء التونسي في تونس اليوم، طبعا من خلال الحوار اللي باش يشاركني فيه ضيوفي الكرام. سي فتحي الخرات، مرحبا بك. فتحي الخرات ممثل عن وزارة الثقافة ومدير مهرجان كارتاج الدولي، مرحبا بك. مرحبا. الفنان طبعا محمد جبالي، مرحبا بك، ممثل ومكلف بالإعلام في النقابة الحرة للمطربين المحترفين، مرحبا بك. في بداية الحوار سي فتحي، خلينا نسأل حسب رأيك أنت وحسب ما تشوفوه، شنو وضع الغناء التونسي اليوم؟ والله فما سامحني، معناها عندي ملاحظة بسيطة، فهمت؟ ديما المهرجانات مرتبطة بالغناء، في حين أنه مش شرط راهو، معناها المهرجانات تسعى للغناء، للمسرح، للسينما، للسيرك مثلا. معناها دائما وقت نقولوا مهرجان نمشوا رأسا للغناء، في حين أنه كما قلت لك معناها مهرجان قرطاج مثلا، مهرجان قرطاج في أصله لم يكن للغناء، فهمت؟ مهرجان قرطاج كان فيه المسرح، كان فيه معناها البالي، كان فيه الموسيقى السيمفونيه، كان فيه الموسيقى الكلاسيكيه. في الحقيقه انا لست مؤهلا تماما للحديث عن الغناء، فهمت؟ لانه اختصاصي سينما، انا مدير عام سينما في وزاره الثقافه. لعل سي محمد معناها عنده فكره اكثر مني. لا باش نتكلموا، احنا مش نتكلموا كانك تحللنا الغناء سي فتحي، احنا باش نتكلموا كمهرجان كارتاج وحصه الغناء والمرسول اللي خاص بالغناء في مهرجان كارتاج. الاستاذ باش نرجعوا لك في السياق الحصه، خلينا نمشوا لسي محمد. سي محمد، قيم لي طويك انت وضع الفنان التونسي، بما انك انت بعيد، انك انت مكلف بالاعلام في النقابه وتتكلم باسم النقابه، انت فنان تونسي، شنو احوال الفن في تونس؟ والله لاباس. هو الفن الغناء، الفن الغناء معناها خلينا نقول يعني ما نشككوش، معناها هذا ولات المشكل وعائق الأغنية التونسية، واللي أنا شخصيا وأكيد برشا زملاء يعني تردد ياسر، لين ولات وكأنها المشكلة الأزلية ذي الأغنية التونسية، وقت اللي ما فماش مشكل الأغنية التونسية. يعني من أول ما مطرب أو مطربة قال يا ليلي في تونس، وأنه العالم العربي وفي أوروبا حتى يشهدوا بالأصوات التونسية، ما فماش مشكل. يعني لما عنا أصوات دائما فما موجودة أصوات يشهدوا بها في العالم كل، الملحنين الشعراء الموسيقيين الموزعين الكاليتي حتى متاع التسجيل. المشكل هو تعاملنا مع اللغنة التونسية. أنا قلت ما فماش مشكلة أغنية تونسية، فما مشكلة عقلية تونسية أو التعامل كيفاش مع اللغنة التونسية، فماش مشكل بكل بساطة. شو معناتها مشكلة عقلية؟ معناتها المتلقي، المشكلة في المتلقي؟ لا مش المتلقي، اللي مهتمين بهالوسط هذايا الفني، خلينا نقول وخاصة في الميديا بالطبيعة، مش الكل، يعني البعض منهم يتجاهل الأغنية التونسية. لا معناتها الإذاعات والتلفاز، خلينا نقول بكل بساطة، لأنه كي تقول أنت أون كونتر بارتي الحضور لبعض المطربين العرب، ونقولها ماهمش جاي من القمرة وماهوش يغنيوا في غناية، معناتها جايتنا زادة من القمرة ولا حاجة أخرى، معناها أصوات، فيها أصوات مميزة، فما بعض الأغاني الحلوة، لكن كي نقارنوها ماهيش بعيدة. معناها فقط التعامل مع الأغنية التونسية كيفاش نخليها حاضرة وتوصل للمتلقي باش يقول فما أغنية تونسية، هي موجود الأغاني. يعني أنا شخصيا أو عديد الزملاء إذا ما فماش ألبوم فما أغنية اثنين ثلاثة، أما ماهيش قاعدة توصل كيما توصل الأغنية للضيوف. حسب رأيك علاش؟ الثورة كي تشوف أخوك ولد عمك قدامك يتضرب ويموت تولد لك الغيرة، اللي هي تولدت في مصر ولبنان وبعض البلدان، وخاصة في صارت فيها ثورات والحروبات، هذه اللي تولد للمحبة لخوك ولد عمك، تقول هو أبجل، هذه المعمول به حتى هنا أو في جزائر. في تونس فما البعض يغير ويتعامل، خلينا ما نظلمش بعض الصحفيين مع الأغنية التونسية والفنان التونسي بصفة عامة أو بعض المنشطين، لكن الأغلبية تنقص. وأنا قلت هالغيرة هذه كي يبدأ قدامه 20 سي دي متنوع وأنه يبدأ متحمس لها الأغنية ذي التونسية، فما لعدة أسباب. أولا قليل، فما مشكلة الذوق أولا، فما شكون
ما نقولكش نجازف انا حتى في تعامله مع الاغنيه الاجنبيه كي نشوفوا بعض الاسماء اللي هما نجوم بقطع نظر يشدوا له اغنيه سمحنا في عباره يمعسوها طيب يبدا عنده البوم البوم فيها 12 اغنيه لفلانه ولا فلانه ولا فلتان ما فماش كون يعمل لي فورم تاع اي سي دي ذا اكس ولا ايغريك من برا ولا من تونس اغنيه نجحت له واش يعملوا يشوفوا القنوات التلفزيونيه الكليبات شنو اللي قاعده تمرر الكليب يجي من غدو اي انسان يعديها شيء يجي الاخر يعديها ما فماش الذوق والجرأة ويقول أنا إنسان في أغنية أنا نجح حتى بنسبة 15% نسمع السي دي نشوف أغنية في الفاس بي تعجبني ونقول للمستمعين هذه أغنية عجبتني أسمعها لأنه فما التكرار ما فماش هذا نفس الشيء تعامل مع الأغنية التونسية لأنه للبعض نقول فماش الغيرة على البرودوي وما يقول لك شغطان يا خويا شنو اللي ماشي توه اللي قاعد يتعدى خلينا نعدي انا قلتها ونكررها انا مازلت كي جيت من زير وعديد مرات معناها فما حاجه كي يسمع يفتخر به البرودوي يقول لك هذه نتاعي هذه الراي نتاعنا هذه ولد بلادي هذه الاغنيه نتاعنا هنا البعض من فما هالحماس هذه والغيره والبعض الاخر صارت هالعدوى نتاع كيما قلت لك انه ما يكسرش مخه وما يحاولش باش يبربش سامحني في العباره ومن بعد اللي نرفزني اكثر يعدي هالاغنيه هذه احيانا اغنيه سامحني ما جات شيء سوى من الصوت ولا اغنيه عادي كلام وكي تقول له شبيك ما عنديش الاغنيه التونسيه اللي يزيد نرفزني اكثر وين يقول لك ما فماش لا قول عندي اتجاهاتي ولا عندي يقول لك ما فماش انتاج تونسي يقول لك ما فماش انتاج تونسي لا اخويا فما انتاج تونسي لوج كيما تحرص على سي دي من برا باش يجي توصي عليه بالطياره فهمت كيفاش باش تلوج على البرودوي التونسي البرودوي التونسي موجود لكن الغيره والجراه وكل حماس باش تعدي البرودوي التونسي مش عند الناس كل البعض انتم يا محمد الفنانين شو ممكن تعملوا مقابل هذا شو قاعدين تعملوا تويكا هو الفنان شنو مطلوب منه انه ينتج انا شخصيا وعديد مش انا الوحيد عندي انتاج انت مهمتك انا نعمل لك اغنيه نعطيك سي دي انت كيما تعامل الاغنيه الاخرى منا معكش وانت حر وخاصه الاذاعات خلينا نقول البريفي تقول انت معناها ولا ساعات تقول لك الذوق الجمهور طلب الاغنيه هذيك كان يعرفها اذا انت ما عديتهاش 10 مرات في النهار عدي 10 مرات في النهار وعادي الاغنيه 10 مرات التونسيه زاد بالضبط عدي وخلي الحكم يقول المستمع يعني هذه بكل بساطه هي كبرت الحكايه وشنو هي مشكله الاغنيه التونسيه عداها كيما تعدي الاخرى الاغنيه الاخرى اما فما اتهامات اخرى عاده مش على الاعلام بركه فما اتهامات اخرى على بعض الجهات كوزاره الثقافه ومرجان كارتاج سيدي العزيز عندنا في مرجان كارتاج العديد وسمعنا السيد الوزير تكلم وقال فما العديد من الاسماء العربيه ومرجان كارتاج مهرجان دولي ومفتوح لجميع العرب خلينا نتكلم شنو العروض العربيه اللي باش تكون في مرجان كارتاج السنه في دورته 48 العروض العربيه فما تعب نسمي لك عندنا فنان كاظم الساهر مثلا فما مرسال خليفه فما يا سيدي بن سيدي نجوى كرم وراغب علامه نانسي عجره لا امال ماهر وهاني شاكر امال ماهر ايوه فما نصير شمه نصير شمه مش معناها مغني اصاله نصري اصاله هذه تقريبا السهرات الغنائيه العربيه اختيار السهرات الغنائيه في مهرجان كارتاج كيفاش يتم سي فتحي والله هذا سؤال معناها شوف الى ان تهتدي الانسانيه الى معناها معادلات علميه في تقييم الفن تقد المساله مرتبطه بالذوق بالاجتهاد الى اخره توا في الماتيماتيك مثلا نعرف انتم كيفاش تختاروا بعد مش نقول لك في الماتيماتيك اليه الاختيار فما اجماع انساني على انه ا بلس بي وكاري ايجال ا وكاري بلس بي وكاري بلس دوزا بي هذه حتى واحد مناقشه كلمة 2 زائد 2 يساوي 4 هذه الانسانيه متفق عليها معادله حسابيه لا يختلف فيها اثنان في الفن احيانا يرتبط بالذوق احيانا يرتبط بالاجتهاد لان وقت اللي انت عندك مشهد مثلا فيه 200 فنان وانت مش تاثث نقولوا 10 سهرات مثلا لانه كما قلت لك مهرجان قرطاج مش كله غناء وقت اللي في ال 200 هذو مش تختار 10 ماشي تقصي بين ظفرين السهرات الغنائيه في مهرجان كارتاج تختار 10 من 200 مش تقصي 190 فهمت اذا كان مش تبرر علاش ما خذيتش 190 معناها تحب لك برشا لا انا ما نحبكش تبرر لي سي ولا تفسر ولا معناها تقول شيء لا انا تعرف شو نحب نعرف نحب نعرف قد انت قلتي مهرجان كارتاج ينقسم الى مسرح الى ديزانيماسيون اخرين غير الغناء خلينا نقول الغناء قداش نسبته فيها 30% 40% في مهرجان كارتاج خلينا نقولوا ابروكسيماتيف 40% نقولوا 40% تقريبا 40% التقسيم هذا نتاع 40% بين
المطربين العرب اللي مرحبا بيهم في بلادهم اللي احنا نحبوا فنهم وبين الفنان التونسي، كيفاش المعادله قاعده تصير في وزاره الثقافه وفي اختيار اللجنه اللي موجوده في مهرجان كارتاج، او شكون اللي قاعد يختار؟ نحبوا نوضحوا للمشاهد. راه بما انه ما فماش نصوص منظمه للمساله، كل مره كيفاش؟ فهمت؟ مثلا السنة المقاربه نتاعنا في الاول كيفاش؟ قلنا بما انه مهرجان دولي، مهرجان دولي ينظم في تونس، فكل المهرجانات الدوليه معناها لا يستاثر المنظمون معناها بنصيب الاسد في المهرجان. بغض النظر عن نوعيه المهرجان سواء في المسرح او في السينما او في اي فن اخر. ما تقصدك ما يشاركش في المهرجان حد من اللجنه وهو؟ لا مش ما يشاركش، يعني قلت لك لا يستاثر بنصيب الاسد. فهمت؟ مثلا تاخذ مهرجان كيف مثلا بعلبك مثلا، سنا ما عندهم حتى مغني لبناني مثلا، مثلا تاخذ مهرجان سينما دولي كيف كان، تلقى في المسابقه الرسميه اللي فيها 22 فيلم تلقى زوج افلام فرنسيه فقط، فهمت؟ رغم اللي احنا بالمنطلق هذا مش بيد، احنا عندنا مهرجان قرطاج السينمائي، فهمت؟ مهرجان الصيفيه عندها روح اخر. شو معناها في غياب كما قلت لك النصوص المنظمه مثلا في ايام قرطاج السينمائي عندنا قانون عام يقول لك كل دوله عربيه افريقيه تشارك بفيلم او اثنين على اقصى تقدير في المسابقه الرسميه. فهمت؟ دونك مقنع المساله، وفي غياب النصوص المنظمه للمساله في قرطاج مثلا تولي مساله اجتهادات. المقاربه نتاعنا السنه اللي انطلقنا منها كما قلت لك هو كونه تكون نسبة معقولة للفنان التونسي، فهمت؟ فما موازنة بين نسبة الفنان التونسي والفنانين العرب اللي جايين، خصوصا أن سي محمد قبل شوية كان يتكلم في نقطة مهمة جدا، أن الفنانين العرب مدعومين بدعم إعلامي وبغزو إعلامي، تحل الراديو تلقى، تحل التلفزة تلقى، في تلفزتنا ولا في التلفزة البرانية، والفنان التونسي ماكش شايفه مظلوم شوية؟ لا ما نقولوش مظلوم، نقولوا أنه المشهد معناه تغير بالنسبة لقبل، توا مثلا في هذيك نتاع التلفزيون الواقع نتاع ستار اكاديمي الى اخره. شنو هو المقياس؟ المقياس هو التصويت مثلا، هكا ولا لا؟ مش نوعيه الصوت والا القيمه الفنيه نتاع المطرب. معناها اللي احيانا الرقعه الجغرافيه نتاع البلد هو اللي يتحكم، فهمت؟ وقت اللي يبدا نوميني من مصر، مصر فيها 90 مليون، مش كيف اللي نوميني من دوله فيها 3 ملايين ولا 10 ملايين. معناها المقاييس اللي تتحكم في السوق الان هي غير مقاييس الجوده والكفاءه، هذه اعتبارات متعدده، فهمت؟ احيانا يدخل فيها الذوق الشخصي، احيانا معناها يحبوا يمشيوا ذوق الجمهور، فهمت؟ لانه الجمهور التونسي مثلا. الجمهور، هل وزاره الثقافه مثلا تقوم باستبيان مثلا في ذوق الجمهور، تشوف الناس شنو اللي تحب، ولا انها مثلا تعتمد على اراء شخصيه من المنظمين او من اللجان اللي هي تعينها وزاره الثقافه لاختيار هذه العروض؟ المساله الكل عزيزتي معناها تحتاج الى اعاده نظر الكل. احنا خارجين من معناها حقبه نتاع استبداد ومتاع راي واحد وحزب واحد الى اخره الى مرحله تاسيس، فلا بد من اعاده النظر في جمله المسائل المحيطه بالمشهد الفني ككل، فهمتني؟ مهرجان السنة كما قلت لك عنده ارث قديم، فهمتني؟ ما تنجمش تقطع معاه تماما، فهمتني؟ الوزاره كان عندها مقاربه ورؤيه كما قلت لك في معناها يكون فما حصه للفنان التونسي يكون دون ان يكون هناك. كلمني عن العروض العربيه، العروض التونسيه شنو هي اللي موجوده؟ العروض التونسيه بعد معناها ما صارت بعد ما تجاوزنا سوء تفاهم مع عشان تكلموا عليه بين الاتفاق وال بين المقاطعه عندنا عرض الافتتاح، عرض الافتتاح عرض تونسي هذا استفتاح هذا عندنا عرض المطارق لسي هادي حبوبه وهو عرض معناها فرجوي كبير ينوي الهادي حبوبه معناها اختتام مسيرته بهذا العرض، لانه سي الهادي كما قلنا يعمل عرض فرجوي فيه معناها مجهود فيزيقي والى اخره، يمكن هو شايف كونه ما بقاش ربما جسمه يستجيب للمسائل هذه مستقبلا. ايه عن الفنان صابر الرباعي، عن بعدين عن الفنان صابر الرباعي بعد ما حصل اتفاق مع الوزاره. لا من قبل الفنان صابر الرباعي كان موجود في البرج من الاول. لا لكن كتبت الصحف اثناء فتره المقاطعه انه هو زاد شي قاطع، هل بعد الاتفاق رجع؟ اكيد هو رجع واحنا تجاوزنا ما كتبت الصحف. الحمد لله. هذا معناها حبيت نقول البرمجه الاصليه معناها رجعت الى المسار. لا ما نقصنا منها حتى شيء معناها الفنان صابر. لا سمعت اللي زدتوا عروض. زدنا ما نقصناش لكن زدنا. باش نتكلم عليهم العروض هذوك بعد شويه. الفنان احمد المجري يشارك في سهره نتاع الفا بلوندي. اي فما سهره لسي رضا الشمك قاعده تحسب معايا ولا غنائيه هذيا غنائيه توا سمعت حتى يقول لي خمسه ولا سته مجموعه من الاصوات. عرض لسي حسين عامر، حسين العفريت سابقا تاج الانبياء.
اي عرض ديني سبعه رئيس الاولمبيا. عندنا وطن الحب، هذه سهره تتغنى بتونس وبالوطن، وعندنا سهره سهره الشعر فيها توانسه تنجم تعتبرها معناها زاد لان كما على الغناء سي فتحي على الغناء احنا عندنا فيكساسيون على الغناء معناها عندنا تثبيت لليوم حابين نتكلم على الغناء خاطر الشعب التونسي يحب الغناء راهو غنينا عندنا موروث من الغناء الجميل الشعر ايضا يحب البالي الشعب التونسي بالضبط نعمل حلقات اخرى على الشعر البالي فما عرض ثنائي لفيصل ولمي الريحي جميل والاختتام لفنان تونسي اسمه ظافر يوسف مقيم في الخارج ايضا وهو موسيقي عرض موسيقي عنده سمعة عالمية أو دولية يعطيكم الصحة إذن أنا غير ما نحسب ظهري فما على الأقل 10 أكثر من 10 عروض تونسية حضور ما شاء الله معناها وإن شاء الله معناها يعكس أيضا إلى أي مدى وصل معناها وصلت معناها جودة الأغنية التونسية إن شاء الله نتمنيه هذا الشيء يعطيك الصحة ربي يخليك باش نسالك سؤال ما حبيت قبل ما نسالك سؤال تكلمني بما اننا كنا نتكلم على عرض التونسي عرض استفتاح خلينا نوضحوا فكرته للمشاهد شنو عرض استفتاح هذا؟ عرض استفتاح هو نرجعوا للحكايه كيفاش بدات من الاول هي بدات فكره من نقابه المطربين المحترفين بالضبط حبيت نقول قبل ما تكمل انه هذا العرض هذا راهو من تنظيم النقابه الحره للمطربين المحترفين اللي فيها ما شاء الله الفنان لوتي بوشناق الفنان حسين العافري مجموعه كبيره مجموعه كبيره باش ما ننساو حد تقريبا بين 35 و40 فنان من الجنرال الفكره الجميله هذه يا ريت تفسر هذه شو الفكره هذه من الاول كانت كما قلت لك من نقابه المطربين المحترفين وخاصه خلينا نقول من الفنان لطفي بوشناق كانت فكره باش تتقدم مع زياد غرسه كانت فما فكره ممكن رجوع للرشيديه هذاك شو سمعت انه ايه رجوع للرشيديه قمنا ببرايف مده مطوله ومن بعد ما كتبش المكتوب انه زياد ممكن هذا موضوع اخر وبينه وبين الرشيديه جات المهرجان الصيفي ومهرجان قرطاج تم الاقتراح من وزاره الثقافه على لطفي بوشناق وانه يقدم صاره الافتتاح اي اعتذر هو اعتذر هو اعتذر الفنان لطفي بوشناق قال لهم عندي فكره اخرى بدينا فيها عنا مده شقولكم يكون هالبرنامج هذا والعرض هذا استفتاح مجموعه كبيره وتصويره عمرنا ما شفناها باش نشوفوها مش كيما تقال للاسف كلمه تلم تلموا في شكاره ربي يهدم معنى كلمه عباره خايبه ساعات يقولوا وينكم شبيكم مش ملمومين ما هي خفة مع عداوة كي خممنا أول مرة التصوير هذه شنو لم الشمل لمش يعني الفنانين عمرنا ما شفناها الفنانين هم أعضاء في النقابة محمد أعضاء وغير من لما حتى مش أعضاء كيفاش تم وهنا تجوزنا هنا يعني ممكن الناس أخرين يقول لك المفروض يكونوا اللي المخرطين لا خلينا باب مفتوح كيفاش تم الاستدعاء لهذا العرض اقترحنا الفكره على عديد من الاسماء اللي حسينا يحب يبادر يكون موجود هاي الفكره مرحبا بيك فما شكون راح فما شكون اعتذر هو حر اما احنا الهدف في الاخر هالتصويره هذه عمرنا ما شفناها اسبري كورال وماهوش عيب كي نقولوا كورال راهو مش زاد هالكورال لو يغني بالقدير او يزم يكون يغني باش نشوفوا هالفنانين كما قلت لك المجموعه هذه ما بين 35 و40 مطرب باش نغنيوا اللي تربينا عليه المالوف والموشح مع فنان كبير اسمه زياد غرسه اللي هو حافظ هو باش يكون السوليست هو قائد الفرق لا هو قائد الفرق ما فماش سوليست فماش سوليست كنا فقط فما بعض الاصوات الشابه جديده باش تغني بما انه كذلك في نفس الوقت فما 100 ويت على الريحي باش يصعدوا يغنيوا الشباب هذا بعض الاغاني على الريحي وفنانين كبار واسماء كبيره كما لطفي بوشناق وسياد باش نغنيو لهم باش نغنيو معاهم ما شاء الله عليكم يعني على الفكره الجميله في بالي عمرها ما صارت وان شاء الله باش سوف يتم تكريم كذلك يعني فنانين تربينا عليهم يعني عدد كبير ما نذكروش الاسماء لكن في الاخر هذه الفكره وانه يصعدوا الروح نكرمهم وفي الاخر باش نغنيوا النشيد الوطني مع بعض هاي الصوره اللي نحبوا نوصلها تو فهمتني هذه هي جميل. الفكره فهذه فكره عرض استفتاح ان شاء الله باذن الله باذن الله نمشي لسي فتحي ونرجع لك سي فتحي بالنسبه لعرض كيما عرض استفتاح انتم كيفاش تقبلتوا هذه الفكره انتم كمنظمين مهرجانات مهرجان دولي كبير كيما مهرجان كرتاج قبلنا بحماس تحمسنا للفكره معناها اقترحناها في الافتتاح وكيما تفضل اخونا محمد هي فرصه لم شمل المغنيين على ركح واحد معناها لم الشمل ونبذ التجاذبات هذه محتاجينه برشا في 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 الوضع هذا بالذات فقلنا فرصه ل معناها جمع عدد كبير من الفنانين على ركح واحد تواصل ما بيناتهم فما تواصل ايضا بين الاجيال
فيه نوع من نكران الذات بالنسبه للمطربين اللي معناها عندهم باع في المساله، كيف نكران جميله العباره معناتها سي لطفي بوشناغ، خروج من الانانيه. هما مش يخدموا كيف اللي كورال بالنسبه للمطربين الناشئين، معناها هذا فيه نوع من الايثار يسميوها في. هل تنتظروا نجاح جماهيري لهذا العرض؟ والله نتوقعوا، معناها هو فيه ليزانغريديون، معناها فيه المقومات اللي تخليه ينجح، لانه فيه اصوات جميله ومعروفه كيف سي لطفي بوشناغ، سي زياد غرسه، سي محمد، معناها ما نحبش نسير الاسماء ما شاء الله. سي محمد قال انه فما 45 تقريبا بين 35 و 40 ما شاء الله، بين 35 و 40 ما شاء الله. على سبيل المثال فقط فما 45 صوت مزيج قلت لك بين الاجيال وبين حتى المدارس الموسيقيه والغنائيه، في احتفاء بعلي الريحي الله يرحمه بمناسبه المئويه نتاعو. في تقديري معناها اسباب نجاح السهره متوفره، وان شاء الله الاولاد يكونوا في فورمه والجمهور يزيد معناها متحمس، واعتقد انه متشوق الى الترفيه والى السهر للخروج من هذا المناخ الذي معناها سيطر علينا طيله اشهر. فان شاء الله تكون سهره ممتازه باذن الله يوم 5 جويليا. باذن الله يوم 5 جويليا ان شاء الله موعد يكون مع استفتاح هذه السهره. نعم باش نقول على النجاح، نحن نتمناو لكل العروض. نرجع نقول في نفس الحكايه اللي حكينا فيه قبل الاغنيه التونسيه وحضورها وشو علاش احيانا منا فينا نكون يد واحده. هنا زاد نرجع للموضوع اللي خلى البعض نقول الفنانين موجودين، يعني الببليسيتي لو متغكاش، يعني سواء الافتتاح ولا صارت الاخرى، كي نبداو نوصلوا المعلومه خدها ساعات زاد الجمهور يقول لك ما سمعتش بها الحفله هذه. شكون المسؤول على نقطه الببليسيتي؟ شكون المسؤول على نقطه الببليسيتي؟ هنا وسائل الاعلام معناها ببليسيتي توصل. وسائل الاعلام مش بتعلم منها لنفسها، شكون الجهات المسؤوله ان هي هنا تعلم؟ انا هنا في بالي من وزاره الثقافه معناها، وانه باش توصل المهرجان هذا، وانه فما عرض هذا، فما الافتتاح. فما خلل في فهمني انا نتصور ان شاء الله، ما نتمناو ما نشكش يعني من وزاره الثقافه، انه لانه مش فايده زاد نعملوا مهرجان، نوصلوا المهرجان باش ننجحوا. بالضبط لازم الناس تشوفوا. طيب احنا مثلا كبرنامج علامة استفهام، الناس اللي باش يتابعونا مشاهدين علامة استفهام باش يعرفوا انه فما عرض اسمه استفتاح، ولكن هذا برنامج حواري وليس مساحة اعلانية، فلازم مساحات اعلانية. لازم هذا هو، لازم مساحات معنا اعلامية باش توصل للمعلومة. يعني قبل كان حكيت السي فتحي يقول لي حتى اللي اذا فيش حضروا فما لي بوندرول الكل ان بلوس المهرجان، يعني في لي ميديا الكل، وانه هو الجمهور شنو كيفاش علاش ساعات عرض يمشي له وعرض ما يمشيلوش، بقات انا عرض شكون اللي موجود. برشا ناس يقول لك ما سمعتش، خويا يحب يمشي المعلومه يلزمها توصل، معناها كما قلت لك كيفاش توصل له؟ من وسائل الاعلام، هاك في الراديو يحل، ما خلطش اليوم سمع الافتتاح يوم 5 هذا في اذاعه اخرى في تلفزه اخرى يلقى. توصل المعلومه للجمهور التونسي. نرجع هنا نقول راه يحب يمشي، لا ويحب يمشي الفنان التونسي، يحب يمشي على ما قلت الجمهور التونسي يحب يمشي، يحب يمشي وصل له المعلومه. وانت شنو تقول؟ تقول الجمهور التونسي يحب يمشي الفنان التونسي ولا خاطر عندي في التيار يتكلم على الموضوع هذا؟ يحب، والوزاره او اداره المهرجان عامله خطه اعلاميه متكامله. مش تنطلق ان شاء الله غدوه الحيه وبعد غدوه، عندنا اتفاقات مع اذاعات ومع قنوات تلفزيونيه. جميل جدا. للاعلان عن المهرجان. اعلانات مكثفه ان شاء الله. اعلانات مكثفه. الجرايد مش مقصره، يعني انتم مش مقصرين. نقاط البيع عددناها، معناها موجوده تقريبا 7 أو 8 نقاط بيع لتسهيل الامر على المواطن. عملنا في زوج مساحات كبرى مثلا نقاط بيع. عندنا في المسرح، في المسرح الاثري بقرطاج، في المسرح البلدي، في المركز الثقافي والشفاف الثقافي والشبابي في المنزل السادس. ثم عندنا في زوج فضاءات تجاريه كبرى. وعندنا البيع الالكتروني ايضا موجود، البيع الالكتروني عبر موجود. نعم يعني الدعايه للمهرجان او الاعلام حول المهرجان، وهي مسألة معناها قضية الناس كل، كل وسائل الإعلام المفروض تنخرط في هذه المسألة، لأنه مهرجان دولي ينظم في تونس، وأيضا الوزارة كما قلت عندها خطة عالمية، وإن شاء الله لن ندخر جهدا في تحسيس المواطن بالعروض وبدعوته إلى الاستمتاع معناها بسهرات رمضانية وقبل رمضان إن شاء الله بإذن الله. شنو رأيكم نمشيو للفتير ونشوفوا الشارع التونسي؟ بما أننا تكلمنا رانا على العروض العربية، نشوفوا هو يفضل العروض العربية ولا العروض التونسية؟ اوكي نشوفوا من بعد. مشاهدينا ننتقل لهذا الفتير اللي عدته زميلتي عفاف السعفي، ونشوفوا رأي الشارع التونسي في الغناء التونسي.